خلونا نبدأ في جولتنا دي بتصريح لفت نظرنا وقفنا عنده برضو في العناوين في الصحافة، ولفت كمان يعني نظرنا واستغربنا من هذا التصريح. هو تصريح للدكتور حسام مغازي وزير الري، نشرته المصري اليوم زي ما احنا شفنا في صفحتها الأولى. بيقول فيه الوزير ان مصر مش هتضار مائيا بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي، وانها مش هتضطر انها تتدخل بشكل عسكري. قال الوزير مغازي في التصريح اللي أدلى بيه خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ النهاردة إن عمليات إنشاء السد لسه في مراحلها الأولى، مع إن كل الأخبار المنشورة بتقول إنه تم إنشاء 50% على الأقل من السد. وقال كمان الوزير المفاوضات سد النهضة مش هتخلص وما انتهتش لسه، وبيتم حاليا مراجعة العقود ودراستها من 3 دول. التصريحات دي كانت غريبة جدا. ليه؟ أولا لأنها هادية جدا جدا جدا. طيب بتتناقض كمان مع تصريحات الوزير نفسه، نفس الوزير مش وزير تاني قبله، لأننا لما شفنا تصريحه ده إن مصر مش هتتضر من بناء سد النهضة دورنا في أرشيف تصريحاته اللي فاتت في نفس الموضوع، ولقيناه صرح من 3 شهور تقريبا تصريح منشور في موقع البلد أو موقع صدى البلد، وقال فيه معالي الوزير إنه في مجموعة من السيناريوهات اللي لازم ناخدها في الاعتبار في ملف سد النهضة، منها السيناريو الحرج اللي ممكن يهدد بالقضاء على التوسع الزراعي وان الاف الافدنه ممكن تبور، وانخفاض الكهرباء اللي بتولد من السد العالي بنسبه 12%. طيب نصدق مين؟ وزير الري اللي بيقول ان السد مش هيهدد امن مصر المائي، ولا وزير الري نفسه اللي بيقول ان السد هيبور الاراضي وهيقلل الكهرباء اللي بتخرج من السد العالي؟ طيب لو التصريح ده الجديد بناء على معلومات جديده، لماذا لم يوضح سيادة الوزير على أي أساس قرر أن هو يغير تصريحاته أو أن حدتها تقل عن التصريحات اللي كانت موجودة من 3 شهور؟ سؤال نتمنى أن احنا نلاقي له إجابة في القريب العاجل.